احنا طال عمرك بالنسبه حق الدور الاساسي الجمعيه منذ انشائها 2012 جمعيه كويتيه لغاثه. نعم. من اسمها شيء اساسي قيام بتنفيذ مشاريع اغاثيه. الدور الثاني هو تنسيق بين الجمعيات التي تعمل في المجال الاغاثي لعمل مشاريع اغاثيه مشتركه. وكذلك عندنا شبكة من المكاتب الميدانية لخدمة العمل الإغاثي في ألبانيا وبنغلاديش واليمن وكوسوفا. الحين أخت أنوار بس أتكلم شوي عن دعم الحكومة لليمن والعراق. تفضل. عن بعض المشاريع اللي ذكرناها، طبعا هو أساسا الدعم الإغاثة، فيجي أول شيء السلات الغذائية 375 في اليمن على سبيل المثال. نعم. 375 ألف سلة غذائية، 700 ألف ربطة خبز. بالنسبة حق المياه في تقريبا 50 ألف تنكر ماء مخيمات النازحين والقرى المنكوبة، قطعتين تحلية تستفيدون تقريبا 200 ألف شخص، تطوير بيئة حقل الرواء في أبين يخدم تقريبا 700 ألف شخص في أبين وعدن، شبكة آبار وتوزيع في مدينة تعز تخدم تقريبا 1 مليون شخص هذه المياه، تعليم ترميم 100 مدرسة تخدم تقريبا 100 ألف طالب، ترميم 50 كلية تخدم 250 طالب، فصول كرفانية 120 فصول كرفاني، تجهيز مدارس وكليات جامعات وأجهزة طباعة، مجال الصحي تركيب مصنعين أكسجين واحد في عدن واحد في مأرب ممكن يخدم يعني كثير من المستشفيات تستفيد تقريبا 500 ألف شخص سنويا، أجهزة طبية متخصصة أكثر من 200 جهاز منها أجهزة تنفس مالت كورونا، أدوية تقريبا 1.5 مليون مريض، 55 سيارة إسعاف، كذلك يعني مجال القضاء على الفقر تقريبا 300 أكثر من 300 قارب صيد يخدم 4000 شخص ودورات تدريبية ومخيمات النازحين. هذا في اليمن. في العراق تقريبا سلات غذائية لثلاث ملايين شخص، دورات مهنية، 2 مدرسة كرفانية تخدم 16 طالب، 550 حالة أطراف صناعية تم علاجها، 60 سيارة إسعاف، مواد غسيل كلى ل10,000 حالة، أدوية لما يقارب 1 مليون شخص. هذا ما قمنا فيه بجانب الدعم من من وزارة الخارجية. مساعدات، نعم مساعدات الخارجية. الجمعيات الكويتية طبعا احنا في اللي استعملت في مجال الإغاثة دائما ننسق وياهم يكون في هناك مشاريع إغاثية ونعمل معاهم سواء في الكويت او في مكاتبهم في الخارج، وخصوصا جمعية العون المباشر، جمعية الرحمة، حياة التراث والنجاة، وصندوق إعانة المرضى.